تبون دوزيام موند عليك يا عمي تبون. هاد الكلاب وهاد المشيشيه كاع هاد القطوطه كاع. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الفيديو يخص الجزائريين فقط، ونتمنى باللي كامل الجزائريين يتبعوا معنا هذا الفيديو، وهذا الفيديو ما يخصش العياشه، لذلك العياشه داركم هنا غيخرجوا، الموضوع ما يخصكمش اصلا. المهم تبعوا معنا الفيديو حتى النهايه. في هذا الفيديو غادي نشوفوا جزائري وجه رساله رئيسنا عمي تبون، وايضا غادي تشوفوا مراه قبيليه واش غادي تتكلم. لي لايك البارطاج، دعمونا الفيديو، اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ماش مشترك اشترك فعل زر الجرس ولي لايك والبارطاج، وخلونا نبداو. بسم الله. اي شد روحك مليح. الجيش المغربي يسيطر على مخازن الاسلحه بوهران. يا يما برافو عليكم. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناس وهران كامل نشوفكم هنا في هذا الفيديو، ريبوندوا لنا على هذا الخرياشي. راكم سمعتوا واش قال لكم؟ قال لكم باللي الجيش تاعهم تاع المروك راهم استولوا على مخزن تاع الاسلحه في مدينه وهران. يعني نتمنى باللي وهران كامل يردوا عليه في التعليقات. لي لايك خوتنا، زيدوا تبعوا معنا. عمي تبون دوزيام موند عليك يا عمي تبون. هاد الكلاب وهاد المشيشيه كاع هاد القطوطه كاع كيما راهم. المهم هذه رساله لخوانا والناس اللي راهم يقولوا بلي القبائل راهم باغيين ينقسموا على الجزائر كامل. هذه مراه قبيليه وفحله حره، سمعوا واش غادي تتكلم؟ طلعونا الفيديو باش توصل الرساله. القطه والكلاب يقعدوا ينبحوا يديروا واش يحبوا، والله ما كنا لاحقين الطرف الصباع تاعي. وحنا سمعتوا واش قالت لكم؟ هذه المرأة القبيلية، هذه حاجة كبيرة في العمر، يعني قبيلية وفحلة وحرة جزائرية، بالتالي قبيلي عربي شاوي، حنا كامل بيد واحدة وواقفين دائما من أجل بلادنا. سمعتوا واش قالت لكم؟ قالت لكم يمحوا ويديروا اللي راهم باغيين، بصح والله ما راهم قادرين يخربوا في بلادنا، وبلادنا تبقى دائما موحدة. لي لايك وزيدوا تبعوا. أنا أمازيغية حرة، أمازيغية، أنا جزائرية مسلمة أمازيغية بربرية، ودزوا معاهم. المهم سمعتوا واش قالت لهم في الأخير؟ ودزوا معاهم، يعني قالت لهم أنا قبيلية أمازيغية حرة ومسلمة وجزائرية، ودزوا معاهم. يعني اللي راكم تطبلوا للشياتة واللي راكم تخونوا في بلادكم دزوا معاهم، يعني اللي راكم تقولوا بلي القبائل راهم باغيين ينقسموا على الجزائر دزوا معاهم، يعني ما تديروا والو ما تقدروا ديروا والو، لأن الرجال راهم واقفين من أجل هذه البلاد، وكامل رانا ليد وحدة من أجل بلادنا، قبائلي شاوي المهم كامل هاكا من أجل بلادنا، تحية بلادنا الجزائر وربي يرحم الشهداء. لي لايك وصلوا الرسالة وزيدوا تبعوا خوتنا. واحد العباد يسمع قلت حيا الجزائر استر يحكمهم في المراره، شغل جن وسمع القران. حبيبنا بن درات ومرته قالت له دير لي كوزينتي واحد، قلت مرض ونظموا العصر بانت له يقسم الجزائر. المهم كما سمعتوا هذه رساله من عند خونا جزائري للناس اللي راهم يقولوا بلي قسموا الجزائر والقبائل وحدهم وكامل. هذا الجزائري غادي تشوفوا كيفاش خصفهم وكيفاش غادي يرد عليهم. الخوانه سيختو الخوانه، تبعوا معنا. يا بغل قلت لك عزلني على داركم ماشي على الجزائر. واحد العباد هاويتي وراح يطمسوا لي وراح يديروا لي. رانا في 2024 حبيبي، روح سقسي يماك شكون بابك تعرف واش اصلك. المهم سمعتوا يعني راه يتكلم على كيما المازدا فريت اومليت بالبيض وشقلاب وكامل، اللي لاعبينها باللي معارضين وطنيين وهما يخدموا تحت نظام المخزن، واحد يدعم في الامارات. لي لايك وزيدوا تبعوا. سامبلومون ني بلوس ني موا، حنايا كامل جزائريين 58 ولايه، عربي قبايلي شاوي ترقي مزابي، حنا كاع كيف كيف، ما كاين حتى واحد خير من واحد. ربي سبحانه في القران قال بسم الله الرحمن الرحيم ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فاهم؟ المهم سمعتوا قال لكم باللي حنا كامل جزائريين 58 ولايه، يعني كامل ليد وحده من اجل بلادنا، شاوي عربي قبايلي ترقي مزابي، المهم كامل ليد وحده من اجل بلادنا. بغيتوا تهادروا بغيتوا تنافحوا ديروا ليكم باغيين، يعني بلادنا عمرها اللي غادي تقسم، ونقعدوا دائما ليد وحده من اجل بلادنا. زيدوا تبعوا. قالش هذا خير من هذا ولا الولايه هذه خير من الولايه هذه، فهمتوا ولا ما فهمتوا دوكا؟ والسلام عليكم وتحيه 58 ولايه وكاع ولاد بلادي وتحت رايه واحده، نجمه هلال، اللي عجبو عجبو اللي ما عجبوش يندب القرداش كما يقولوا العجايز. والسلام عليكم ودمتم في رعايه الله. المهم كيما سمعتوا خونا الجزائري واش تكلم في هذا الفيديو، هذه رساله للكامل الخوانه والناس اللي راهم يخدموا تحت نظام المخزن ولا دويله الامارات وكذا، راكم عارفينهم، اللي لاعبينها باللي وطنيين وعارضين
وهما شياتها، هما خانوا بلادهم وهربوا لبلاد الناس باش يهاجموا على بلادهم. المهم هذه رسالة للناس اللي راهم يقولوا بلي قبائل وحدهم والجزائر لازم تتقسم كامل. الجزائر موحدة و58 ولاية ليد وحدة من أجل بلادهم، عربي شاوي. المهم قبائل كامل رانا جزائريين، بغى أمازيغيين بغى عربي، المهم رانا كامل جزائريين وكامل نحبوا بلادنا واقفين من أجل بلادنا وعندنا دمنا يثور من أجل بلادنا. يعني عمرنا لا نتخلوا على بلادنا، عمرنا لا تقسم بلادنا ولا نخلو واحد يخرب لنا في بلادنا. واللي راه باغي الدم يتقدم. حنايا جزائريين معروفين باللي ناس حربيين، ولاد ثوار يعني جدود ثوار، وحنا حربيين. وكيما خلوها جدودنا حرة لازم نحافظوا عليها وتبقى دائما بلادنا حرة ومستقلة. لي لايك زيدوا تبعوا. دوك انا الان الاخوه الكرام والله غير نحيي ونشرف الشعب الجزائري، واقسم بالله العظيم يا الجزائر هذه غير نورمالمون راهم يعيطوا لها بلاد. ربي يبارك من الاخر ونطلبوا من رب العالمين ان شاء الله يطيح لنا في رئيس تاع باخره، رئيس الباخره هذه الخطره يكون رئيس قادر يعرف كيف يصبها بنا في البحر. ولهذا الاخوه الكرام من الجزائر هذه والله غير نعمه دار كبيره للشعب، ربي يبارك ويعي فاطم ذكي نعاون بعضها. ولا الاخوه الكرام البرهان عن ذلك، صوالي مسكين خدام في شانتي صور في 100,000، هاو مدي حبيبه تاع كاع وليداتو باه يشربوا الحليب وما يهزوش القوطي في كاس دوله ويقولوا صدقه. الحمد لله رب العالمين. المهم راكم تشوفوا واش راه يتكلم خونا الجزائري، يعني هذا مواطن بسيط شعبي كيفنا كيفه، يعني احنا ما رانا اغنياء ما رانا فقراء الحمد لله يا ربي. سمعتوا واش راه يتكلم؟ قال لكم هذا مواطن بسيط راه يخدم غير في شانتي يجيب 100,000 في النهار، يتصور 100,000 في النهار يشري بها وياكل بها وهاني في داره مع ولاده، خير ما يروح يرفد قوطي ويدخلها صدقه صدقه في بلاد الناس. راكم فاهمين واش راه يقصد؟ زيدوا تبعوا وسمعوا هايا. عمكم طراكس هاو مدي باي تاع طماطم وقال له سيد 39 39 في الصوارد باقي تشرفوا فيها متر تتغدى انت وامك وبيك ونسيبتك وتمطر في الماء زبل تمسخر بينا يا اخوة الكرام. يا ربي يبارك للخير اللي راه في الجزائر هذا والله ما يسعد في دولة. انا رحت للدول الاجنبيه منها ودرت بزاف، كاين غاشي بزاف يقول لك سويسرا، سويسرا قد ولاية باتنا، احنا كون جا عندنا تراب غير قد ولاية باتنا نخدموه من لوط كوريوم ومن فوق تي ديمير. يعني الناس اللي فاهمه ومثقفه شفتوا كيفاش يهضر على بلاده، ماشي كيما اللي بايعينها ورايحين بلادة الناس هاربين، هي رايحين بلادة الناس ومع ذلك يهاجموا في بلادهم. سمحتوا يعني قال لكم انا درت العالم وشت، يعني قال لكم ما كاش كيما بلادنا والخير اللي راه في بلادنا، وقال لكم سويسرا هذه اللي راكم تقولوا بلي سويسرا كامل هي يعني ولايه من الجزائر راهي كبيره عليها. لي لايك وزيدوا تبعوا. احنا ربي يبارك عندنا الطريق الشرق غير ما يقارب 3 ميل، عندنا شمال جنوب شي 5 ميل، طرقات البراجات تمتع الغاز راه والعاد الغاز الطبيعي راه وكروس الكبير، رانا في نعمه غاشينا نهار فرا ولا قد كاين والله اللي ملي زاد معرك. يبارك الحرقه. ليش تحرق يا بني كي تروح لن اعيش بلدي الذل ولو كانت تنبت الذهب، كان لي 130 سنه ويحرش على جدك في الكلب تروح ولو تبني له بلاد دول، يبني بلادك انا واش ديرها لك يا اخي الكريم، يا يفكك من الاخر، يا والله غير بلاد المليون ونص مليون شهيد ربي يبارك، حرها الجيل الجديد اليوم راهو فيها يتنعم واش خاصنا الحمد لله رب العالمين. كما راكم تشوفوا هذا المواطن الجزائري مثقف خوتنا ويعني يعرف واش يتكلم، سمعتوا؟ يعني قال لهم باللي الناس اللي راهم يقولون حرقوا كامل، قال لهم باللي 130 سنه هما يحرشوا شوف في جدودكم من الكلاب، يعني راهي معني على خيرنصا، ومع ذلك انت تروح عندهم وتبني لهم في بلادهم. لا حول ولا قوة الا بالله. زيدوا تبعوا زيدوا وسمعوا سمعوا. هي الفونطة ربي يبارك هذه هي يعني بسعر 120 دينار يطرتين يا الاخوة الكرام، تشرب انت وامك وابويك وتقدر حتى تقلش القطوط معاك يشرب. غير عاتي عشية ربي يبارك نقاوز حافظة والله يا الاخوة الكرام سيادة الافاضل واش خاصنا الحمد لله. والله رانا في نعمة. اللحوم تنطاش الدواجه رغم سومها واللحم اللي رغم السومه تاعو ينطاش اخويا، حنا نديرو العريس كاين اللي نقل بالشانه يدي لابوبا اللي يطيش اللحوم الحمد لله ولا ما خاصنا شيء. النعمه ربي يدومها قولوا امين. السلام عليكم. اطراكسا الوزير اللي قال لك كلمه تاع سعيد والله. امين يا رب العالمين. كما سمعتوا قال لكم ربي ان شاء الله يدوم النعمه، طلبوا ربي باش ربي يحفظ بلادنا ويبعد علينا غير الحسد وعينيهم هذا مكان، يعني العاديين اللي راهم يظلوا يعسوا فينا كي كلاب نهار وما مقابلينا اش 24 الجزائر الجزائر راكم عارفين شكون، الله يهديهم ولا ان شاء الله يهديهم ويبعدهم علينا ديريكت. لي لايك وزيدوا تبعوا وسمعوا. لي لا هو كاين اختلاف الوزارة شوك اقسم بالله غير صح، وهذا نقص فيها انا وهدرت عليه تاع الوزاره. فرق المشكل وراه ولا غير واضح وكي نقولها دوك الشعب الكل يقول لي صحيحه خاطر واضحه باينه. هذا وزير الفلاح معالي الوزير نقدروك ونحترمو، وهذا معالي وزير الموارد المائيه وانا الفلاح وزير الفلاحة ذكر بطل، يعني وزير جزائري حر دعا
عمي عطالي الفلاح، انا نستاهل ثاني، انني فلاح، عطالي بقرات وعطالي اغنام وعطالي جزار. وزير الموارد المائيه من هنا قال لي البير ممنوع اخويا. شفت الكارثه؟ دوك انا البقرات اللي عطيتي وصولاكم ما يشربوش ما ياكلوش. يتفاهموا الوزاره ديك الساعه وسهله برك هذا مكان. والسلام عليكم. المهم كيما شفتوا واش تكلم هذا المواطن الجزائري، هذه رساله للرئيس تاعنا عمي تبون وايضا لكامل الشعب الجزائري، يعني هذا مواطن مثقف ويعرف واش كاين، ماشي خارج يهضر غير في الفيد، يعني كاين بعض الناس لاعبينها مواطنين ومعارضين بصح والله ما يعرفوا حاجه. يعني يعرفوا غير الناس اللي يدفعوا لهم يخرجوهم يهضروا اي هذا المكان، يعني كيما هذاك شقلاب كيما فريت اومليت بالبيض وكيما غيرهم، هذوك عندهم ناس يدعموا فيهم، عندهم ناس يدفعوا لهم ويعطوهم واش يهضروا، هذا مكان كيجي يخرج يدير فيديو يكون حافظ واش كان يهضر ولا حاط له الورقه امامه، هذا مكان، يعني ما راه معارض ما يحب بلاد الجزائر، كون بصح يحب بلاد الجزائر ما يروحش بلاد الناس ويهاجم بلاد الجزائر. هذه هي، ولا ما يدعوش الناس باش يقسموا بلادهم، ولا يدعوا في القبائل باش ينوضوها قتل بلادهم، لا ماشي كيما هكا، اللي نعرفه معارض نيشان ويحب بلاد نيشان يبقى في بلاده، لأن بلادك ما فيهاش الحقرة كيما راه صاري عند جوارينا اللي هوك، اللي يعني اللي يتكلم يعطوه للفم ولا يديروا له حكم تاع القرع، في بلادك تقدر تهضر وتقدر تطالب حقك. بصح في بلاد اخرين ما تقاش دير هذا الشيء، يعني هذوك الناس اللي هربوا من بلادهم مسمين روحهم معارضين، روحوا لبلاد الناس راهم عايشين ويتنعموا في الخير ويدوا في دراهمهم من عند هذوك الناس ويهاجموا في بلادهم الجزائر اللي ربتهم وكبرتهم. لا حول ولا قوة الا بالله، هذو هما الناس اللي تسكل عليهم بلاد الجزائر، يعني ناس مثقفين كيما هكا ورجال ويعرفوا شكون هي البلاد وكيفاش جات هذه البلاد، يعني ماشي اللي زاد غير البارح ايوا تلقاه يعارض وتلقاه يهاجم ولا الرئيس هذا ماشي مليح ولا هذه لا حول ولا قوة الا بالله، ربي يحفظ بلادنا وربي يبعد علينا الحسد وعينيهم هذا مكان، حنا نتمنوا دائما الخير لبلادنا ونتمنوا باش ربي يبارك لنا في النعمه اللي راهي في بلادنا ويبارك لنا في الخير اللي راه في بلادنا، لان هذا الخير اللي راه في بلادنا والله ما تلقوه في بلادات بزاف، يعني حتى البلادات اللي راكم تهاجروا لهم اللي راكم تحرقوا لهم باش تعيشوا فيهم ما تلقوش الخير كيما راه في بلادنا، الخير تاعنا راه يروح لهم هذوك البلادات اللي راكم تحرقوا لهم، يعني كون جيتوا تفهموا وكون جيتم تقفين غير شويه تعرفوا باللي هذه خيرانسا ولا غيرها اللي راكم تروحوا لها غادي تلقوا فيها الخير كامل على الجزائر، واصلا كل شيء يجيها من عند الجزائر. المهم لي لايك البارطاج دعمونا الفيديو خلوا هذه الرساله توصل، نتمنى منكم كامل تدعمونا هذا الفيديو خلي الرساله توصل الرئيس تاعنا عمي تبون وايضا لكامل الشعب الجزائري، سيغتو الرساله تاع القبيليه الحاجه القبيليه اللي سمحتوها من الاولى، يعني قلت لكم خليهم يهضروا خليهم ينبحوا بصح ما يقدروا يديروا والو. المهم لي لايك كيما قلت لكم، اللي ماش مشترك يشترك ويفعل الزجاج صح على الزجاج باش يكون فيديو جديد اللي نحطه في القناه، اعطونا رايكم في التعليقات وتهلونا في العيشه، رغم انني في البدايه تاع الفيديو قلت هذا الفيديو ما يعنيش العيشه بصح على بالي بلي يدخلوا انا غالب نهار هما يتنبحوا علينا. المهم تهلونا فيهم ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده، سلام.